يقول إذا غزا المسلمون المشركين ووجدوا وسلم بعض أنفس ووجد بعضهم يقول وسلم بعضهم أنفسهم فماذا يفعل بهم حيث أنهم ليسوا من أهل الكتاب؟ هل يطلب منهم دفع الجزية؟ هذا يرجع إلى ولي الأمر، ولي الأمر المسلمين. إذا كان هؤلاء الغزو بأمر ولي أمر المسلمين، وإلا ما لهم اعتبار إذا كانوا من أنفسهم يقاتلون بدون ولي أمر يخطط لهم ذلك ويأمرهم ويسيرهم. الجهاد منوط بولي الأمر يا أخوان، ما هو بهوى الناس والجماعات ولا لا، ما منوط بولي أمر المسلمين، وإلا فهو إفساد وليس بجهاد، سفك للدماء وليس فيه مصلحة. نعم.